بطاطس هنقطعها مكعبات زي ما حضرتك شايفين كده، اوكي. وبعدين هنعمل ايه؟ هناخد صاج كده لطيف ونحط فيه البطاطس مغسولة كويس مش متقشرة، اوكي. ونعمل كده. كلام جميل، يلا بيك يلا بيك. نيجي هنا بقى، تعالوا هنحط شوية زيت زيتون، اوكي. بلاش ملح وفلفل هنا، هعمل كده. الأول هاخد الكلام ده كده، يعني نعمل كده دريزلين كده بالزيت عشان الملح والفلفل يمسك عليه، اوكي. عايزين تحطوا زعتر؟ لا زعتر لا، مش عايزه لما ينشف مش هيبقى احلى حاجة. تحطوا بابريكا، تحطوا شطة، كمون، ماشي، اوكي. كويس، يلا يا عم كويس. شويه ملح كده بقى وشويه فلفل برضو بنفس الطريقه الغبيه دي، وندخل الكلام ده الفرن نسويه في الفرن هكذا. يعني يقعد كتير، يمل ممكن اكتر من ربع ساعه. المهم anyway عملنا كده. تعالى بقى هنا اللي هو ده، خلاص اللي هو ده. هناخد بقى ايه على جنب كده حبيبي، تعالى لي، وناخد بقى بصل اخضر وكرفس ومايونيز وايه حبيبي قشطه وعصير ليمون. شكرا جزيلا. تعالوا بقى نعمل كده، ناخد بوله ونحط عصير الليمون ونحط شوية زيت زيتون و ماشي. يلا ايه نضرب الكلام ده. ادي البصل الاخضر وادي الكرفس، خلاص نقلب بقى. والبطاطس كويس، ونغرف. اوكي. نقدم بقى كده مع العيش الباجيت المحمص.